طيب، واحنا بنتكلم ايضا عن منتخبنا الوطني، بكره عنده مباراه مهمه جدا مع انجولا. الحقيقه الكل ينتظر هذه المباراه، وبالمناسبه هكون مع حضراتكم على الهواء ان شاء الله بعد المباراه، بعد نهايه المباراه مباشره، علشان نتكلم عنها. وهيكون معايا ثلاثه من النجوم الكبار معانا هنا في البيت الكبير، يعني ان شاء الله بكره الحلقه هتبقى الساعه 11 بعد نهايه مباراه منتخبنا الوطني الوطني ضد منتخب انجولا. وبعد المباراه هنكون مع حضراتكم عشان نتكلم على مباراه النادي منتخبنا الوطني ضد منتخب انجولا. دي طبعا لقطات من معسكر المنتخب، ومنتخب مصر بيختتم استعداداته لمواجهه انجولا. معسكر طبعا انطلق يوم 27 اغسطس استعدادا لمباراتي انجولا والجابون. ان شاء الله بكره مصر هتلبس الزي التقليدي، اللون الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود، ومنتخب انجولا هيلعب بالزي الاصفر بالكامل في اطار مباريات الجوله الاولى للتصفيات المؤهله لكاس العالم 2022. خلوني برضو اقول لحضراتكم التشكيل المتوقع اللي من الممكن ان يدفع به كابتن حسام البدري. هو حراسه المرمى الشناوي، اكرم توفيق ناحيه اليمين، احمد حجازي ومحمود حمدي الونش، وواحد من الثلاثة يا محمد عبد الشافي، يا احمد فتوح، يا ايمن اشرف. خط الوسط طارق حامد وعمرو السوليه، احمد سيد زيزو، مجدي قفشه، ورمضان صبحي. اما خط الهجوم هيكون محمد شريف. ده التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني. ايضا طاقم حكام من مالي سيقود هذه المباراه الهامه جدا.